محمد الجاسم، اهلا وسهلا فيك عبر شارع الفن. اليوم وصلنا لمرحله متقدمه من البرنامج، شو شعورك؟ خبرنا. اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بقناتكم. طبعا اكيد يعني انا وصولي لهي المرحله انا واصدقائي المشتركين يعني فرحه ما تنوصف. كان حلمي انه اوصل لهي المرحله، والحمد لله احنا مكملين بالبرنامج ودا نطور من حالنا. ويعني انا احس بنفسي فخور لأن رفعت اسم بلدي العراق ودي نقدم الفن بأجمل صورة. شو تعلمت من اللجنة هيك دارس من كل حدا إذا ما نحكي شوي؟ يعني تعلمت منهم كثير أشياء، يعني أستاذ حاتم اللي هو خبرة وتاريخ بالفن العراقي، ست رحمة أيضا صاحبة الإحساس الجميل، أستاذ سيف أنيق الأغنية العراقية، كلهم تعلمت منهم وكلهم استفاديت منهم، لأن يعني حكيهم أن وتعليقاتهم هي اللي طورتنا أكثر وأكثر، وإن شاء الله إحنا نطمح للنجاح. ممكن نشوفك بالمستقبل عم تجدد أغاني عراقية يمكن شوي نحن نسيناها ترجع تنعشها من جديد بصوتك؟ أكيد هذا يعني الشيء مشروع عندنا، يعني بالعكس إذا واحد يجدد الأغاني التراثية الوطنية أكيد هذا الشيء نحسب لي إلي، لأن أريد أرفع اسم بلد العراق بالعالي. شكرا حبيبي، شكرا لكم.